خليني سريعا بس اخذ اجابات من ضيوفنا. ما رايك في القرارات التحكيميه في مباراه الاتفاق مع النصر؟ قويه ولا متقلبه ولا ضعيفه ولا لا تعليق؟ عماد قاسي ابغى ترى يعني في 20 ثانيه الاجابه. لا لا قاسيه جدا على الاتفاق، يعني طرد لاعبين في لا كيف قاسي؟ ما في قاسي، انت من تختار ال... ناخذ قويه، انا اروح مع قويه حقيقه. قويه يعني ايجابيه ترى الجانب الايجابي. قويه على الاتفاقيين. لا ما هي كذا، ما تنقرها كذا. انت ايش رايك بالقرارات التحكيميه؟ شايفها قويه ولا كانت متقلبة ولا ضعيفة ولا ما لها تعليق؟ أروح مع ضعيف. ليه؟ ضعيف كان قاسي جدا على الاتفاق، طرد لاعبين، الطرد الأول ما أدري في نشوف الأستاذ محمد طرد ثلاثة ثلاثة إي صحيح، ذهب إلى دكة البدلاء روبن كويسون. أنت اليوم تخرج نقطة، لكن شوف تأثير قرارات الحكم اليوم راح تكون للمباراة القادمة باستبعاد ثلاثة لاعبين منهم كويس ولا كان موجود. طيب هو السؤال هو غلطة الحكم ولا غلطة اللاعبين اللي يغلطون؟ ولا أنت شايف أن اللاعبين ما غلطوا وبالتالي أخذوا بطاقة حمراء ظالمة؟ على حسب الرأي القانوني اللي نشوف من أستاذ محمد فودة. لا أنت إيش رأيك يعني نسمع أنا أشوف اللقطة الأولى الكابتن سنوسي هوساوي أعتقد كان من الممكن الحكم على الأقل يكتفي بالبطاقة الصفراء. طيب هذا طرد، هذا الأول، طيب واحد كويس الطرد والباقي؟ لا الطرد الثاني ما تعتقد أنه صحيح صحيح. والثالث؟ لا ذهب إلى كويس يعني أبو بدر كان في حالة تشنج. يعني عندك اعتراض على حالة واحدة؟ حالة تشنج حالتين، الحالة الأولى داخل أرض الملعب طيب، والحالة حالة كويسون في دكة الملعب. محمد الشيخ ايش تختار وليه؟ لا تعليق. ليه؟ لأن للأسف يعني من جهة أنا أحمل إدارة الاتفاق أنه في هذا المنعطف الصعب وشايفين هالنوع من المباريات وشايفين الشواهد على الأرض، وبالتالي كان يفترض أن يبادروا إلى اختيار حكم أجنبي. لا تعليق لأن لو اخترت أنا قوية أنه حكم كان أدار المباراة بشكل جيد، لا لم يدر المباراة بشكل جيد. متقلبة أيضا كأني أقول أنه أدار المباراة نص نص. لما أقول ضعيفة حيطلع لي واحد يقول مش هو مثل ما سألت أنت عماد، طيب هل يستحق الاحمر اللاعب الثاني او اللاعب الثالث؟ مو احنا نرجع للبطاقه الصفراء الاولى وهكذا. طيب نذهب الى شد معليش طيب شد اعصاب الاتفاقيين بتوزيع كروت مجانيه وغيرها من الحالات والاخطاء، ولذلك لا يمكن ان يحتسب الحكم في ادارته على بطاقه اخيره صحيحه او لا، وانما على اداره كامله من اخراج اللاعبين من جو المباراه. ونطلب من الجمهور يشاركنا في نقطة نظام، أعطونا رأيكم في أداء في مباراة النصر والاتفاق مع النصر بشكل عام. محمد العنزي إيش تختار وليه؟ مساء الخير أبو الدر، مسي عليك وعلى متابعين أكشن مع وليد في كل مكان وعلى الزملاء الأعزاء. بكل تأكيد أختار قوية ومنطقية، وكان الحكم ماجد الشمراني بمستوى المباراة صراحة. قرارات أي نعم لو طرد إن شاء الله خمسة أو ستة، حنا نرجع إلى نقطة مهمة، هل هذا الطرد مستحق أو غير مستحق؟ هذا هو مربط الفرس وهذا هي النقطة المهمة في الموضوع. ولكن عملية كم يطرد وكم يوزع كروت، السؤال هل هي منطقية أو غير منطقية؟ أنا من وجهة نظري كانت صحيحة، ولكن استفزازه تحديدا لتلسكا، أكثر من مرة يتعرض تلسكا لشد واضح أمام أعين الحكم ويقول مشي، فكانت هذه ربما أخرجت أيضا تلسكا عن طوره وساهمت في شد لاعبين نادي النصر وإخراجهم عن جو المباراة من البداية. بالمجمل أنا أقول قوية وكان حكم موفق، ولكن في يمكن الهدف الملغي للنصر أنا لحد الآن ماني جازم فيه، ربما من وجهة نظري ربما صحيح، ولكن أرى أنه في المجمل كان ماجد الشمراني قرارات قوية ومنطقية وجريئة وشجاعة. طيب.